هلا الشيء اللي صار معي، انا كهربوني وصار معي كهرباء، وقت اللي طلعت عيوني جوهروا، وتقريبا يعني تميت حوالي الشهر. ذاكرة السجن ما تروح من راسي. هو الشغل كمان خلاني انسى الذاكرة، صرت نام طبيعي يعني واشتغل طبيعي لفترة تقريبا يعني 3 سنين ونص. زاد الوجع، زاد المرض، ما عاد احسن اشتغل. وبعدين مش جيت لهون على المركز، صرت اتعالج كمان يعني، قدمتوا لي مساعدة لفترة يمكن 9 شهور. هالمساعدة هاي ريحتني.